مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم وجبة بطاطا جدا سهلة وسريعة. عنا 4 حبات بطاطا مسلوقين حجم وسط، زيت نباتي، بصلة صغيرة، جبنة، ملعقة صغيرة شراب، لحمة مفرومة، فليفلة مشكلة، ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود، ربع ملعقة صغيرة بابريكا، ربع ملعقة صغيرة 7 بهارات، ملعقة صغيرة ملح، ورشة بقدونس للزينة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بحط زيت نباتي فوق البصلة وبقليها على الغاز. أنا وعم قلي البصلة على الغاز بدي أعمل البطاطا أنا وياكن. بحط زيت نباتي حوالي 4 معالق طعام زيت نباتي، بحط شوية ملح وفلفل أسود، بابريكا، 7 بهارات، بدقن مع بعض وبخلطهم منيح. بس نعمت البطاطا منيح وخلطتها، هلا منكفي البصلة على الغاز. بصرت البصلة بهيدا الشكل، هلا بحط فوق اللحمة. بس قليت اللحمة بهيدا الشكل، هلا بحط الفلايفلي، كمان الشراب، البهارات والملح. حركهم مع بعض. حط فوقهم حوالي 1/4 كوب مي صغير. بغطيهم وبتركهم حوالي 5 دقايق لتستوي الفلايفلة. بس استوت الخضرة، هلا بطفي الغاز. لنكفي الطريقة مع بعض. أول شي عندي صينية بدهنها زيت نباتي. عندي كاسة صغيرة بغلفها بنايلو بهذا الشكل. بحط بقلبها بطاطا. بعد ما عملنا مع بعض اكواب البطاطا، هلا بدي احط بقلبها الحشوه. بسم الله. برش الجبنه على الوجه. هلا بحطهم بالفرن بس حامي من الاعلى لتذوب الجبنه. هيدي وجبه البطاطا بعد ما ذابت الجبنه على الوجه. لنشوفها مع بعض. بسم الله كيف طلعت. هذه وجبة البطاطا السريعة اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.